محطتنا الفنية لليوم راح تكون مع الموسيقى اللي بقيت لغتنا لكل العالم. ضيفنا لليوم قدر يثبت بأنه الحياة ما بتتوقف عبر حفلات أحيت الحياة أو أحيت الحياة على مسارح الأوبرا السورية. مين ضيفنا لليوم؟ منتابع بتقرير زميلتنا هزار عبود. بوقت بدأ يعلى صوت الدمار يلي حاول الإرهاب من خلاله تشويه ملامح حياتنا، بقي صوت السلام يلي حملته الموسيقى بمواهب سورية هو الأقوى. فضيفنا بقي عم بيقاوم على خشبة مسارح الأوبرا السورية بقيادة حفلات الفرقة السيمفونية الوطنية السورية لتبقى الموسيقى صوت سوريا وصدى حضارتها وتاريخها. أندري معلولي موسيقي أغرته آلة الكمانة، ومن ألحانها نسج حكاية موسيقي سوري. خلال مسيرته الموسيقية قدر يأسس أوركسترا أورفيوس الموسيقية المؤلفة من 26 موسيقي محترف، كما أنه قائد الفرقة السيمفونية الوطنية السورية. برغم أنه ضيفنا ولد برومانيا، إلا أنه الولادة الحقيقية بعالم الموسيقى كان على أرض الياسمين. شغف الموسيقى صار نهج لطلابه عبر إدارته الحالية للمعهد العالي للموسيقى بدمشق. هو ضيفنا لليوم المايسترو أندري معلولي. لأنه الموسيقى هي لغة العالم يلي بتحمل بين نغماتها رسائل السلام، هذا الهدف يلي اشتغل عليه الأستاذ المايسترو عميد المعهد العالي للموسيقى. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح خير ويسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين على الأخبارية. أكيد أنا بجدد التحية الصباحية لك مايسترو. خلينا شكراً نبدأ لكم. اهلا وسهلا فيك نورتنا. خلينا نبدا فورا من المعهد العالي للموسيقى، طبعا هو الولاده الحقيقيه للموسيقى، خلينا نحكي عن الخطط الحاليه اللي عم تشتغلوا عليها. الحقيقه المعهد العالي هو فينا نسميها بقعه ضوء في هذا الظلام اللي عم بيمرق، لانه المعهد العالي دائما الهدف الاساسي منه هو تخريج جيل من الموسيقيين، وخلينا نأكد عليها بين قوسين الأكاديميين، يعني الدخول إلى عالم الفن بشكل احترافي، يعني مصقول العلم تماماً. يعني هو الموهبة. ليس المعهد وظيفته تنمية مواهب إلى آخره، هي مواهب موجودة عم نشتغل عليها، ويدخل على المعهد العالي ليكمل ليفوت إلى عالم الاحتراف. تماماً. 5 سنين من الدراسة في المعهد أو من الحياة فينا نسميها، هي ما المعهد ما نوع عبارة عن دراسة مثل باقي الجامعات أو كذا، هو أكثر حياة من عيشة مع بعض، بتنسقل تجارب، بتنسقل شخصية هذا الفنان ليتحول إلى شخص موسيقي أكاديمي قادر على أنه يكون فاعل ضمن مجتمعه بالبداية ومؤثر بالموسيقى بشكل عام. فالمعهد حاليا دائما نحن عم نحاول أنه يكون الهدف الأساسي لنا هو كيف نقدر نتطور مع تطور المعاهد العليا في العالم وفي الوطن العربي. دائما عم نشتغل بشكل فريق في مجلس إدارة للمعهد،
طبعا مو انا بدير معهد لحالي، بيكون في مجلس اداره، نحن مجتمعين من الاشخاص اللي اول شيء المؤمنين بالمكان المنتميين اللي عندهم انتماء للبلد وللمكان، بنجتمع دائما بشكل دوري لنتناقش بكل تفصيل ممكن يساهم بتطوير المعهد درجه لقدام. يعني مايسترو برغم الحرب عم نشوف مواهب شابه ما عم تتوقف، عم نشوف ابداع، قديش يعني هالمحاولات رغم ظروف الحرب عم بتكون هي خطوه كثير كبيره، والمعهد شو عم بيقدم لها؟ هلا اكيد دائما بالازمات اليوم الموسيقى يمكن من الشغلات ما راح نقول هي الوحيده، انما من بين الاهم الشغلات اللي ممكن تساعد على نقل رسائل معينة، أو على يعني حتى اليوم بالنسبة حتى للأطفال بحاجة لأنه مثلا يغنوا لحتى يعبروا عن شيء أو يطلع شيء جواتهم، الأسى الموجود يطلع لبرا. فنحن اليوم الموسيقى وخاصة بهيدا الظروف هي كتير مهمة، واشتغلنا على أنه ما نوقف ولا يوم. خلال 6 سنين نحن حفلاتنا في دار الأوبرا مستمرة بشكل دائم يوميا، اذا فينا نقول يعني يوميا في عرض مسرحي او في حفل موسيقي او في معرض او الى اخره. ففي كان يعني توجه كامل وحتى دعم من وزاره الثقافه بحيث انه هاي الفعاليات دائما تشتغل. والمعهد ما وقف ابدا خلال حتى طبعا المعهد كمؤسسه تعرض لكل شيء بيتعرض له المؤسسات الدوليه، كوادر راحت سافرت الى اخره، قذائف كمان تعرضنا كثير، انما رغم كل هذا الشيء نحن ما وقفنا، اعتمدنا على يعني كان في عندنا خبراء روس سافروا استبدلناهم فورا بكوادر سوريه، وصرنا عم نشتغل بهذا بفريق كفريق عمل لحتى يبقى المعهد مفتوح. وهذا المعهد المفتوح يعني دائما انا بقول المعهد العالي للموسيقى هو يلي بينتج يعني بينتج ثقافه المحبه بمواجهه ثقافه الموت. يعني هذا نحن اللي دائما لازم ندور عليه، هيدا الثقافه اللي نحن بدنا ننشرها، وهدفنا اكيد انه الموسيقى تدخل لكل بيت بسوريا يهتم فيها، ونقدر نضوي تماما على اهميه الموسيقى ودورها ببناء شخصيه الانسان يلي هو بده يبني المجتمع. يعني بعد هالحكي فينا نختصر انه الموسيقى بتحمل رسائل الوطن، عم تحمل رسائل ثقافه الحياه بظل الحرب اللي هي بتحمل رسائل ثقافه الحياه وثقافه يعني نحن دائما الموسيقى بطياتها موجود فيها هالقيم الموجوده عند هذا الانسان. نحن كسوريين عندنا حضاره، عندنا تراث غني جدا، وعندنا مبادئ واخلاق بتتجسد ضمن موسيقانا، فلما نحن بنروح بننقلها للخارج بتكون هي سفيره للبلد اللي تنتمي إليه. كنت أسألك بما أنه أنتم هلأ عليكم مسؤولية خاصة، أنه نحن الحرب مو بس حرب على الشعب السوري، حرب على التاريخ، حرب على الحضارة، حرب على الثقافة، فأنتم عم يمكن الواجهة الجميلة للسوريا حتى عم تنقلوا هذا الشيء. بدي أسألك أول شيء الفرق بين الموسيقي الأكاديمي والموسيقي الموهوب، وكيف طبعا بيختلف الأكاديميين عن الموهوبين، وخاصة عم نلاقي في دخلاء أيضا على الموسيقى، وهي المسؤولية اللي عليكم لتنقلوا التراث الدمشقي للعالم. هلا اكيد الموسيقى هي يعني تفصيل كثير كثير عميق اذا بدنا ندخل فيه، وهي عباره عن وجهات نظر بالنهايه. يعني انا بنقول هلا بقدر اقول وجهه نظري، انا اليوم بقدر بعتبر ان الموسيقى هي حرفه مثل جميع الحرف الموجوده بالحياه، ممكن واحد يتقنها بس ما يكون موسيقي. يعني الموهبه احيانا للعزف على اله موسيقيه هي بتجعل بهالمجال بهالآلة بهالكذا هذا الشخص مميز ومحترف مثل أي مهنة أخرى، قدر واحد يعطيها اهتمام أكثر فتميز عنه. أما الفنان الأكاديمي هو فنان شامل. اليوم الفنان الأكاديمي بده يكون عنده إلمام بكل أنواع الموسيقى، بتاريخ الموسيقى، بطريقة الكتابة، اليوم حتى الموسيقى ما بتنكتب اعتباطيا، لكل قطعه موسيقيه في لها حدث، في لها قصه بتعبر عن زمان ومكان، بدك اليوم تنقليها للجمهور بالطريقه الاقرب لاحساس الكاتب يلي كتب القطعه او الفها. فاليوم في دراسه هذا الموضوع، هالقصص كلياتها بحاجه ليكون في لها دراسه اكاديميه. بالمعهد العالي اليوم نحن الطالب بيدرس الموسيقى العربية، بيدرس الموسيقى الكلاسيكية، التاريخ، الكونتربوان، الهارموني، التوزيع الأوركسترالي، التأليف.
فبيختص بعدين بمنحة معين، بس إنما هو عنده إلمام بكل صحيح. الثقافة الموسيقية الكاملة والعلوم النظرية والعملية، وبالتالي بيتحول لفنان شامل. والفنان السوري اليوم، وبرجع من من يعني أنا دائما بذكرها، بأنه المعهد العالي في سوريا هو المعهد العالي الوحيد في العالم المخرج منه يتقن علوم الموسيقى العالمية والعربية في آن واحد. يعني بأوروبا عندنا الموسيقى الكلاسيكية، ما في عنده موسيقى عربية، بمصر منفصلين، بالعراق منفصلين، بسوريا نحن دائما في البيانو بيدرس موسيقى عربية لأنه هو عايش بسوريا، واليوم لازم يأثر على هذا الشيء. وطريقة العمل تبعنا اللي اشتغلنا فيها في سوريا جعلتنا أنه نقدر نكون موسيقيين، حاولنا ونجحنا بتطوير تراثنا، وجعل اليوم الكتاب الموسيقى العربية بطريقة أوركسترالية، وصار في عنا أوركسترا الموسيقى العربية بتقدم بشكل أكاديمي. فقدرنا ننقل، عم نحاول هلأ نشتغل على نقل التراث السوري يعني وكتابته بطريقة أكاديمية ونقله للعالم دائما، لأنه ساعتها بيصير بمتناول يد أي أوركسترا أنه تقدر تفوت صحيح. تعزف العمل السوري المكتوب بشكل أكاديمي صحيح، ومن خلال عزفه رح تبين كل الرسائل اللي نحن واضعينها جوات هذه الموسيقى. تمام مايسترو، يعني من خلال تواصلك المباشر مع الأجيال الجديدة الأكاديمية يعني خاصة، كيف بتشوف مستقبل سوريا الموسيقي؟ هلا أكيد نحن اليوم عم نشتغل بطريقة إنه نقدر نحافظ قدر الإمكان على الشباب السوريين. اليوم بقول لك وأنا مو حكي على الإعلام، إنما اليوم فيهم أي حدا يتأكد من حديثي، الموسيقي السوري موسيقي متميز حتى على مستوى العالم. اليوم في عنا أسماء مهمة جدا أخذت مراكز في العالم، وهذا إن دل على شيء بدل على قدرة تميز. المعهد بطريقة التدريس بالشكل الصحيح، لأنه ما رح يكونوا لهم مراكز لو كانوا هنن عم يشتغلوا بطريقة غلط. هلأ نحن اليوم منريد نكمل بهيدي المسيرة، ومنريد نلاقي دائما نحافظ على هاي الكوادر بالبلد، ما تروح برات البلد، لحتى يقدر البلد ينهض أكثر موسيقيا، نقدر نقدم بشكل أكبر، نرتقي حتى بالعالم الموسيقي بشكل أهم. بس كإمكانيات وكتدريس اليوم اللي بيدلنا أنه نحن عم نشتغل صح أو خطأ، هن هالطلاب اللي عم يخلصوا ويسافروا وينقبلوا بأماكن كتير مهمة أو بمعاهد عليا كتير مهمة. يعني أنت عم تأسسوا هون وهن عم هلا بالطبيعي هذا يعني هي من طول عمرها كانت بتصير يعني، وعم نحاول هلا بالظروف يعني كل واحد عنده أسبابه بغض النظر عن قناعتنا بهي الأسباب أو عدم قناعتنا، بس إنه فما فينا نجبر حدا تماماً. إلا إذا قدرنا نصنع بقى هلا فكر جديد تمام. بكيف نقدر نحافظ على هالطاقات لتخدم البلد يلي تنتمي إله. أكيد أكيد مايسترو، كمان انتخبت لعضوية اللجنة التنفيذية لجمعية المعاهد والكليات الموسيقية العربية خلال الاجتماع التأسيسي للجمعية، بدي أهمية هالخطوة بالنسبة لك؟ الحقيقة طبعاً باتحاد الجامعات العربية ساووا جمعية للمعاهد العليا للموسيقى بالوطن العربي، وكنت شاركت بصفتي عميد للمعهد العالي للموسيقى بدمشق، وصار في عدة طروحات ونقاشات لهذه الجمعية. انتخبت على أسرى من 35 جامعة لأكون عضو لجنة تنفيذية ومسؤول عن لبنان وسوريا الأردن فلسطين العراق. فالخطوة هي كتير مهمة اليوم لأنه تجسد الجهود الجامعات العربية كلياتها للاستفادة من التجارب المختلفة الموجودة فيها. دائما بكل جامعة أو بكل معهد في شيء مميز بيميزها، ممكن التجارب هي كلياتها تنسقل وندعم بعض. ونحن حكينا دائما اليوم بدعم، يعني أنا بمداخلتي كان ضمن المؤتمر إنه دعم الثقافة دعم الموسيقى. اليوم المعهد العالي بسوريا بحاجة ليندعم من كل الجامعات لحتى يضلوا مستمر. بنفس الوقت كمان نحن سابقا دعمنا جامعات أخرى، ورح يصير في عنا هلأ مثل اجتماعات لحتى الطلبة يختاروا طلبة من كل جامعة من الدول العربية ليشكلوا مثل ورشة عمل. هالورشة العمل بتخلي الطلاب تتعرف على التجارب المختلفة. الموسيقى ما بتنسقل بتجربة واحدة،
تعرف على مدارس مختلفة، تعرف على تجارب موسيقية مختلفة، هي اللي بتصقل شخصية الموسيقي وبتجعل خبرته موسيقية بشكل أكبر. وهذا دائما يعني نحن من خلال سفرنا للخارج تعاملنا مع عدة أوركسترات، مع عدة جامعات. اليوم المدرسة الفرنسية تختلف عن المدرسة الروسية، فنحن لما أنا درست المدرسة الروسية على إيدين خبراء روس بسوريا، بعدين تابعت دراستي في فرنسا ودرست المدرسة الفرنسية اللي هي المدرسة الرومانسية، فقدرت أجمع يعني بين التكنيك العالي وبين الرومانسية الموجودة بالفرنسية لحتى نطلع شيء يكون سوري أو شيء من شخصيتنا فيها. فهذا أهمية وجود هيك جمعية اليوم، بتخلي كل الجهود تكون مشتركة ونقدر نتطور. أكيد. يعني الموسيقى هي عالم آخر، هي غذاء الروح مثل ما بيقولوا، وهي بتبعث دايماً بالنفس الطمأنينة. بدنا نتشكر وجودك معنا اللي كان كتير رايق بهذا الصباح، وخصوصي بهذا الموضوع يلي كلنا منحبه اللي هو الموسيقى.